بلا طول سيري للتواصل معنا zavanonline.com وجميع شبكات التواصل. من كفة بذات الإطار والعمل المجتمعي باتجاه الحد من الإرهاب والتطرف بالمجتمع اللبناني، وهالمرة مع حملة تانية قام فيها طلاب من كلية الإعلام بجامعة سيدة اللويزة الأنديو. هالحملة كانت ضمن مسابقة عالمية لمكافحة التطرف برعاية موقع الفيسبوك، وفاز فيها فريق الأنديو بالمرتبة الأولى. الحملة شملت مجموعة من الأفلام الدعائية والنشاطات الشبابية التثقيفية. منشوف مقتطفات سريعة منها بها التقرير. My name is Rami Saab and I'm an electrical engineering student. My name is Basim Taki, I'm a civil engineer student. I'm Badr Zaki, I'm majoring in communication arts and journalism. My name is Ahmed Ahmadiyye, I'm a mechanical engineering student. Zar Abu Hassan, senior student, majoring in civil engineering. عايز طلع وانا عندي دقن وعبيه، مش يعني انا متطرف. فالتطرف مش بالشكل، ما تحكموا على الشكل، احكموا على العقلات. بابا تعملوا شير لقصص خاصه بهيك قصص وتطرف بليز. خلينا بس نوزع البسمه والضحك. لنحكي أكثر عن هالحملة برحب برئيسة قسم الإعلام بجامعة سيدة اللويزة الدكتورة ماريا بوزيد. أهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك. مساء الخير زفان. ومعنا بغرفة العمليات مجموعة من الشباب والطلاب اللي شاركوا بتنظيم هالحملة. هلا بعد شوي بنحكي معهم، بنفوت لجوا. أول شيء طبعا مبروك، نحن كثير مبسوطين، هذا إنجاز مش بس للأنديو وللبنان، ربحتوا من بين 100 جامعة اشتركت بالعالم. بعتقد آخر شيء وصلتوا للتصفيات لبنان إيطاليا بلجيكا وإيطاليا بلجيكا. نحن بالحقيقة المشروع بلش مزحة، يعني ما كنا عارفين انه طبعا نحن ما في شيء بناخده الا على محمل الجد، واشتغلنا كتير. كانت الفكرة بالنسبة لنا مشروع ممول من اليو اس ديبارتمنت اوف ستيت وبرعاية فيسبوك ومنظم من ايدي فنتشرز. قدمنا، كانت الفكرة طبعا انه كقسم اعلام نستعمل قصص خاصة بالاعلام وخاصة هلا وسائل التواصل الاجتماعي. وكيف كانت الافكار اللي بال السيجمنت الاول اللي كان مع حضرتك، انه كثير عم تستعمل هالمنصات التواصل الاجتماعي للتجنيد وللتجييش وللاستقطاب، فقررنا نستعمل هيدي الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، لغايات ايجابيه ولنشر مفاهيم ايجابيه بدل ما تستعمل لغايات سلبيه. فمشان هيك كان من اصل 100 جامعه كانت جامعه الانديو وغير جامعات لبنانيه ايضا مشاركه. من مرحله لمرحله بلشنا اونلاين واوفلاين، يعني اشتغلنا بالعالم الافتراضي واشتغلنا على الارض كمان. بالتصفيات اللي صارت بامريكا كانت جامعه سيدة اللويزة وجامعه من بلجيكا جامعه من ايطاليا، وفزنا نحن بالمرتبه الاولى. نعم. واو، انجاز. حلو. انجاز لنا، وهو الاهم بالنسبه لي وبالنسبه للجامعه ككل، مش بس انه هيدا بيتضمن رسالتها وبيمشي مع رسالتها، بس كمان انه الشباب، تمكين الشباب، يعني رجعوا امنين اكثر بقدراتهم. يعني راحوا على امريكا، كان في شيء بالضبط، راحوا على امريكا لتدريب 18 يوم على مهارات القياده. نحن بعتنا 5 تلاميذ، رجع لنا 5 قاده بيقدروا يقودوا مجتمعات لغايات إيجابية، لأحداث تغيير. حتى وهلا رح يكونوا عم يشتغلوا، يعني هي بالضبط. أنتوا خلصتوا مرحلة أولى أو خلصنا المرحلة الأولى اللي كانت بتتضمن أونلاين بلاتفورم فيديوز شاركوا فيها وجوه لبنانية معروفة لإيصال رسالة ضد التطرف، لإختراق التطرف. كيف كان التفاعل معهم؟ التفاعل كان كتير حلو، يعني كانت تجربة كتير فريدة لأنه كانوا من ميادين مختلفة. نحن خليناها تجربة طلاب محض، يعني ما استعملنا يعني اتصالاتنا ومعارفنا، خليناهم هن يتواصلوا يقدروا يقنعوا هالوجوه المعروفه وبلغه شبابيه، يعني مش انه فرضتوا عليهم بالضبط بلغه شبابيه يستعملوا هالكلمه وشيلوا هالكلمه وحطوا هالكلمه. بس هو كل شخص شارك معنا، كل وجه شارك معنا استعمل طريقته، حدا استعملها يمكن كثير جديه، حدا كان كثير جدي، حدا كان اكثر بطريقه فكاهيه. وصلت رسائل مختلفه، كنا كل جمعه عم ننزل على فيسبوك
فيسبوك يعني اثنين فيديوز، وبالتزامن مع هيدا الشيء كنا عم نشتغل مع جمعيات من طرابلس ابرزها جمعيه رواد التنميه، عم نجيب شباب على جامعه سيده الويزه يدربون اساتذه القسم، اساتذه قسم قسم الاعلام بكليه العلوم الانسانيه بالانديو على استعمال منصات التواصل الاجتماعي لغايات ايجابيه. من بين اللي يعني المشاريع الثانيه، شو القيمه المضافه اللي قدمها برايك مشروعكم لاستحق الفوز؟ بالنسبه ل يعني بالنسبه لنا ما فينا يمكن نقيم مشروعنا، بس الاساسي كان انه فعلا هو عفوي 100%، شباب 100%، يعني ما حقيقي يعني نابع من الارض مقارنه مع حدا عم يحكي عن الارهاب بالضبط، نابع من الارض، وهيدا اللي استعملناه نحن. يعني كان التركيز الأساسي أنه نحن جايين من بلد معني بشكل مباشر بهيدا الموضوع، معني بالتطرف بكل المناطق اللبنانية. نحن عم نعاني لأنه كمان الشباب اللي عم نشتغل معهم كنا على الأرض كان عندهم تجارب معينة يمكن بمطرح قدرت تعطينا قيمة مضافة، وكمان يمكن الأساسي كان أنه نحن جمعنا ما بين العالم الافتراضي والعالم الواقعي، لأنه العالم الافتراضي لحاله ما بيقدر فعلا يبني مشروع متكامل. بس نسيتوا الإعلام التقليدي؟ ما نسينا الاعلام التقليدي، يعني قلتي ارض لانه نحن ما كنا قادرين نستعمل الاعلام التقليدي لنوصل صوتنا، بس الاعلام التقليدي كان عم يدعمنا من خلال كل يعني خلال الحمله بالتغطيه، بس نحن ما قادرين كنا نستعمل الاعلام بالضبط. شو كانت الجائزه؟ الجائزة كانت مبلغ للمرحلة الثانية، يعني ما بعرف إذا بدنا ننط هلا على المرحلة الثانية. فينا نعرف المبلغ؟ أو المبلغ هو فيك ما تقولي ايه، بس بفضل انه لانه هو المبلغ نحن رح نشتغل باكبر من هيك بكثير، لانه لوجستيا وتقنيا والخبره تبعنا رح تكون هي يعني رح تعمل شغل اكبر بكثير من المبلغ لانه رمزي بحد ذاته. نعم، والمرحله الثانيه شو هي؟ المرحلة الثانية رح تكون بعد الاونلاين بلاتفورم تبع الفيديوز، رح تكون برنامج على فيسبوك اسبوعي لاختراق التطرف، يعني هيدي أول مرة بنقولها من خلال برنامجك. شو اسمه؟ قررتوا اسمه؟ بعد ما قررنا الاسم بصورة نهائية، نحن هلا ناطرين التمويل يجي من أمريكا، التحضيرات جارية، بخمس الشهر نهار الأربعاء رح يكون عندنا الإطلاق الرسمي لهالمبادرة للمرحلة الثانية من المشروع بجامعة سيدة الويزة قاعة بيير أبو خاطر، الدعوة عامة وبنتمنى أكيد أنك تكون. بس أنا يعني كذا فين تجاه الانديو تجاهك انت كمان شخصيا، بحب انه نكون شركاء بهالبرنامج اللي عم تعملوه، بركي نحن كمان بنعرضه لجمهورنا اللي قد يكون مختلف عن الجمهور اللي ممكن يشوفه. نحن بنتمنى هيدا الشيء اكيد، واكيد كل زملائي يعني ببقيه البرامج على بقيه التلفزيونات ممكن يكونوا مهتمين. نحن بنتمنى هيدا الشيء اكيد، لانه بنقدر نعمل كمان صله وصل بين الاعلام التقليدي والاعلام الافتراضي، وبشرفنا بتشرفنا مبادرتك زفان. اكيد كمان انا هون ما بدي انسى اذكر الطلاب جهودهم الجباره، والاستاذ اللي كان مشرف مباشرة على الموضوع الأستاذ نعوم أبي آدم، اللي منوجه له يعني شكر كتير كبير ما قدر يكون معنا الليلة. الطلاب يعني بعتقد أغلبيتهم الخمسة اللي اشتغلوا موجودين هلأ معنا بغرفة العمليات، خلينا نفوت نتعرف عليهم. علي ثانك يو زافين، شباب صبايا معنا إيفا، وين هون عم نتحدث معنا ثلاث تلاميذ من اللي شاركوا بالحملة أو اللي أسسوا الحملة، إيفا، رقبال وجيسيكا، رح يخبرونا هلأ شوي أكثر مع زافين عن الفكرة وكيف طلعت من وراء. كيف طلعت؟ أول شي كريستينا وين؟ كريستينا كريستينا كيفكم؟ خبرونا أول شي، مبروك، برافو عليكم، يعني أكيد الجامعة ونحن فخورين فيكم وأساتذتكم. من شو انطلقتوا؟ يعني مين بحب يبلش؟ شو الفكرة الأساسية اللي انطلقتوا منها واللي كان على بالكم توصلوها؟ بعد ما نعرض المشروع على قسم الإعلام بجامعة سيدة الويزة شاركنا أستاذ نعوم أبي آدم، نحن كنا أخذين معه صف هذا الفصل، شاركنا بالفكرة أنا أنتم مستعدين نطور حملة لمجابهة التطرف وعلى مستوى عالمي. بالأول أكيد كان حماسة ضعيفة،
بس بعدين قدرنا نبلش نحط خطة عمل جديدة. وبالنسبة لك انت شو كان اهم شيء او اول شيء عبالك تقولي او تحكي فيه؟ اول شيء كان عبالي اقوله او احكي فيه هو تحفيز الشباب من جيلنا ومن عمرنا على مجابهة التطرف على احداث التغيير، انه نحن عنا هالقدرة عنا هالطموح وعنا هالدعم لنقدر ننطلق بهالحملة. نعم، وكنتوا متخيلين رح تربحوا؟ صراحة لا، كانت صدمة كبيرة، بس كنا كتير مبسوطين انه ربحنا وقدرنا نرفع اسم لبنان برا ونوصل. اول شخص مين خبرتي بس طلعت النتيجة؟ اهلي. اهلي. مش الاساتذة يعني. مش الدكتورة. دائما الاهل هن كانوا ماكلين ايفا خبرتني الي بالاول. انا كنت مصدومة ماني مصدقة، كنت عم بحكيهم كلهم لاشوف اذا ايفا مغلطة ولا عم تحكي. وانت اول شخص مين خبرتي؟ انا اول شخص العميد. خبرت العميد دكتور كمال ابو جديد كمان ونوجه له تحية. حلو، بس انا يعني لازم نحكي عن الحملة، بس قد ما مبسوط بالشباب عم نحكي عن الشباب، بس ما عليه كبروا لنا قلبنا نتعرف عليهم ونشوف من وين منطلقين يعني بهذا الموضوع. إذا بدك تقارن الحملة تبعكم مع بقية الحملات اللي شفتوها هونيك، شو الفرق كان؟ الفرق إن نحن عم نعيش تطرف، نحن عايشين بقلب تطرف نوعا ما بين سوريا العراق وكل هالحروب اللي عم تصير من وراء الإرهاب الطائفي والتطرف. فهيدي كانت مقويتنا واحدة. اثنين، نحن كان تركيزنا بس على طرابلس لأن كان في وقت قصير ومبلغ صغير، كان عندنا تارجت اودينس يوث ات ريسك بتريبولي بطرابلس. اشتغلنا مع جمعيه من هناك مثل ما سبق قال الدكتور ماريا وركزنا عليهم لقدروا هن بورك شوب قدروا هن يطلعوا بفيسبوك بيج كمان اسمها تريبولي 2020 اللي بعدها قيد الانشاء. يعني هلا واحده من القصص الافكار اللي طرحتوها بالنسبه لي كثير اساسيه هي انه دعوه لما يعملوا الشباب او اي حدا يعني على اي منصه على شبكات التواصل شير لأي فيلم في عنف، لأنه بالنتيجة بطريقة غير مباشرة بيكون عم بيروج لهذه الأفكار. أنتوا كيف بتتعاملوا مع هذا الموضوع؟ هل مثلا بتحضروا، بتحبوا تحضروا، أو شو بتعملوا لحالكم لما تحضروا أفلام بيكون كل العالم عم تحكي فيها؟ نحن الهدف الأساسي مش بس أنه نحفزهم ما ينشروا هذا الكونتنت، بس كمان يكون عندهم الكونتر مسجينج. بس هي يعني اذا بدنا ناخذها كخطوه اولى انك تمنعي نفس، لانه هيدا اصعب شيء. ما بعرف رندا نازله تويت، بس انت مثلا كمحترفه شو رايك بهذا الموضوع؟ كيف بتمنعي نفسك ما تشوفي فيديو في مضمون عنيف انتجه حدا ارهابي بمكان ما وكل العالم عم تحكي فيه وكل العالم عم تعمل له شير وكل العالم يعني هو متصدر نشرات الاخبار؟ كيف تمنعي نفسك تحضري او بتحضري او ما بتحضري؟ اول شيء انا اكيد ما بحضره لان انا عندي شغله انه انا مرهفه الاحساس، فما في احضر اي شيء بيكون فيه عنف بيأذيني يعني صراحه. لا. فبالتالي ما اكيد العنوان حتى يعني. لا ما في، لانه ما بقدر اروح حتى عندي اي حماس. صعب اجاوبك لانه في حشريه كمان واحد انه يشوف شو اللي عم ينعرض. لا. هلا بعدين يمكن مخاطره بتصير اخاف اكثر، ما بعرف، بس يمكن الحشريه بتدفع واحد بس تحضري يمكن. بس ايه تعملي شيء؟ لا اكيد لا. بس بدي اقول شغله انه كمان اوقات عناوين يعني ممكن يكون ارتيكل في بقلبه عنف، بدي اسالهم بس هن شو غير فيهم؟ يعني هالحمله اللي كثير بروفيشنال وكثير مهنيه غيرت فيكم انتم شيء؟ كان عندكم بمحل ما يمكن تطرف وقدرتوا تغيروا من خلال هالحمله؟ او انتم مثلا كان عندكم نظره لحدا بلحيه وتغيرت؟ نحن قبل ما نستضيف شباب طرابلس لان كلهم معلمين وعلى مستوى علمي كثير ثقيل يعني كلهم جامعات، كان انا شخصيا كان عندي نظره انه حشوف ناس متطرفه، حشوف ناس كثير متشددين وهيك، طلعوا ناس احلى مني يمكن. اوكي، انت من وين؟ من الشوف سكان عليه. شوف ما عرفت شو سؤالك يعني كاسر. لا شوف من وين جاي يعني من وين جاي. كان التيم كله من ديفرنت باك جراوندز ومن ديفرنت سيتيز بلبنان. نعم، انت شو حسيتي تغيرت فيك هالحمله؟ انا صراحه هي الحملة كانت كمان انه اذا تأهلنا للتوب 3 منشارك بـ IVLP، هو بروجرام اكسشينج بروجرام اسمه International Visitor Leadership Program. فكنا عم نشارك بـ workshops ونتعرف على NGOات عم بيجربوا يواجهوا التطرف بأمريكا من خلال كذا سوشيال ميديا او كتاب حتى. وكمان تعرفنا على كتير أشخاص مهمين بالستيت ديبارتمنت
ولا مرة بحياتي بتخيل انه هيدا العمر بسافر امريكا وبعمل شيء عن جد بحياتي ولا حنسيه. نعم. علي انت بموضوع اذا بدنا نرجع تحضر او ما تحضر شو فيك تعمل لتخلي تعود حالك ما تحضر؟ هلا في شغلة تقنية في شخص يعملها لا ما يحضر، يعني اذا شفنا اي حدا على الفيسبوك عم يحط مواضيع نحن بتأذينا بتزعجنا ان كان صفحة او ان كان شخص، الفيسبوك بيسمح لنا انه نحن نضغط كبسة صغيرة ونعمل انفولو اذا بكفينا انه نحن ما يوصلنا هالقصص اللي عم تزعجنا، او اذا حسينا انه مش بس عم تزعجنا ممكن تكون مأزية لغير اشخاص نحن فينا نعمل له ريبورت لهذا الشخص، وفيسبوك بياخده هول الريبورت بشكل جد. بس لتقدر توصل لهون انك ما بدك تشوف شيء اللي كل العالم عم تحكي فيه، ليك انا مش المشكله ما بدي اشوف، ليه انا بفضل انه شوف بس اعرف اذا انه اتعامل مع اللي شفته. نعم ما في يوقف هذا الموضوع. دكتوره ماريا انت يعني قبل ما تكوني رئيسه قسم كمان صحفيه ومنتجه تلفزيونيه، هل تحول العالم من انه هن يعملوا هيدي الرقابه انه ما يحضروا ماده ممكن يكون يعني عنيفه يا فيها ترويج لافكار عنيفه؟ نحن مشكلتنا انا على طول بقولها انه على كثره ما عم نحضر اشياء عنيفه كمان من يعني على بشكل يومي عم يصير عندنا نوع من ديسنسيتايزيشن، عم نفقد كمان يعني بطل العنف له معنى عندنا، يعني هيدا شيء كمان كثير خطير. مشان هيك انا باخذ قرار من حالي الا لما بكون عم درس صف الاثكس وبحاجه انه لا اكزامبل يعني لا امثله جديده بمنع حالي اني احضر. اكيد ما بعمل شير، بس في كمان بمطرح معين نحن ما لازم نخلق نعود حالنا نحضر مشاهد هالقد عنيفه وعادي، يعني بتحضريها بترجع بتحضر من وراها نحضر بنتعود على هيدا المشهد مننقل على تكنيك تانية بالعنف، وهيدا مشان هيك صار حتى بالعنف في عنا مخيلة يعني كيف بدنا نكون أعنف وأعنف وأعنف، لأنه عم نتعود على أول طريقة من العنف، عم نتعود على أول تقنية، مشان هيك عم ننقل على اللي بعده. شكرا لك يعطيكم ألف عافية، رح نتابعكم بالمرحلة الثانية. شو عنا هلا على اللي بعده؟ اللي بس شغلة على السريع، اللي حابب يعرف أكثر عن الحملة يشارك فيها يتابع الأخبار act.ndu على الفيسبوك على الانستغرام على تويتر فيكم تلاقون. بعد الفاصل أضواء على تجربة جمعية سند والحدث الرياضي مع العداء علي قدامي. بعد شوي رح خبركم كيف رح اركض 72 ساعة لبنان كله لدعم جمعية سند. بلا طول سيري مستمر معكم مباشرة على الهواء على الرقم 01 48 48 80.